ينط. ممكن حد واحد بس نختلق له العذر، وانا مش عايز اقول مين، لانه يعني اقرب واحد جه او اقرب اتنين جم هما كابتن احمد شوبير والاستاذه دينا رفاعي، هما دول اقرب اتنين جم، ما لحقوا يعني على قد ما يقدروا حاولوا. ليهم عليهم مسؤوليه؟ عليهم مسؤوليه طبعا طبعا، ولكن مسؤوليه اقل من بقيه اعضاء الاتحاد، مسؤوليه اقل من بقيه اعضاء الاتحاد طبعا، سواء الكابتن احمد شوبير او دينا رفاعي. لكن الباقي يا جماعه يا جماعه مش كده. الناس المواطن المصري بيفهم كويس جدا وعارف ان حضراتكم في النهايه مسؤولين مسؤوليه تامه، بجانب اللاعبين واختيارات الجهاز الفني واللاعبين، مسؤولين مسؤوليه تامه على اللي حصل، على الفضيحه اللي حصلت، على الكارثه اللي حصلت. كل ما اقعد اتفرج على الماتشات والله الواحد بيتضايق وبيزعل، بيتضايق وبيزعل جدا من اللي بيحصل واللي بنشوفه. والمفروض النهارده او يوم 19 ان كان من المفترض ان يمتلئ استاد القاهره بالكامل لمؤازره المنتخب المصري، ولكن لان هناك مصالح شخصيه ولان هناك اختيارات على حسب القرب من القلب، القرب من القلب هي اللي خلتنا نصل الى هذا الشكل. وفي الاخر دلوقتي كله بيتنصل، تيجي تتكلم مع حد يقول لك ايه؟ انا مالي؟ مش انا، ده فلان. تيجي تسال فلان، وبيني وبينكو على الرغم من حبي الشديد واحترامي الشديد للمهندس هاني ابو ريده، انا بالمناسبه بحبه جدا مهما اتقال، انا بحب هذا الرجل جدا وبحترمه جدا. ولكن هو السبب في كل شيء، عارفين هو السبب ليه؟ هو راجل عقليه اداريه كبيره جدا، ولكن ساب اللي حواليه اللي حضراتكم عارفينهم بالاسم واللي الناس كلها عارفاهم بالاسم، هما اتنين عاملين بيعملوا كل حاجه، بيعملوا كل حاجه بدون الرجوع للمهندس هاني ابو ريده. فانا مش حاخلي المهندس هاني ابو ريده من هذه المسؤوليه، لانه راجل اداري قوي جدا وكبير جدا بالنسبه لي على الاقل. انا بقول لحضراتكم حقيقه، انا شفتها بعيني، ولكن في النهايه هو رئيس المنظومه، هو رئيس منظومه كره القدم في مصر، وهو اللي ادى الاثر او ادى الناس ان هي تشتغل براحتها بدون ان محدش بيعاقبهم او محدش بيتكلم معاهم. فانا ما بعفيش اي حد هيطلع يقول ان هو مش ملوش علاقه، حتى كابتن احمد شوبير ودينا الرفاعي الاثنين، وكابتن دينا الرفاعي الاثنين برضو عليهم مسؤوليه، على الرغم من قصر المده اللي عملوها او اللي كانوا متواجدين فيها في الاتحاد المصري لكره القدم، ولكن عليهم مسؤوليه، ولكن مسؤوليه اقل من بقيه اعضاء الاتحاد. الناس كلها دلوقتي بتنط، كله عايز يخلع بقى. لكن حتى مهما تقولوا ومهما تعملوا، صدقوني الشعب المصري او الجمهور المصري لن ينسى ما حدث في كاس الامم الافريقيه 2019 المنظمه بهذا الشكل الرائع، بهذا الجمال، بهذا الاسلوب، لاول مره تقنيات كبيره جدا وكثيره جدا وحاجات كثيره جدا حلوه. والشعب المصري مش هينسى التنظيم والشكل ده، وايضا مش هينسى ان اسوأ ما فيها كان منتخبنا الوطني. انا اسف ان انا بقول هذا الكلام ولكنها الحقيقه. اسوأ ما في هذه البطوله هو الشكل اللي ظهر بيه منتخبنا الوطني، باستثناء 3 4 5 لاعبين بالكثير، بقيه اللاعبين يعني مش عايزين نتكلم عن اللاعبين، لان الواحد كان في موقف في مواقف كتيره زي دي، وعارف قد ايه الواحد بيبقى مجروح في هذه الاوقات. كفايه ان انتوا حرمتوا الشارع المصري من الفرحه اللي كانت المفروض تبقى متواجده دلوقتي. عمر ما حد هينسى لكم كلاعبين وكجهاز فني، كل الجهاز الفني بالمناسبه، كل الجهاز الفني كلاعبين وكجهاز فني وكمسؤولين عن اتحاد كره القدم استقالته، ودي شجاعة الحقيقة وأنا بحييكم عليها، مفيش مشكلة، ولكن محدش هينسى اللي اتعمل في هذه البطولة. حاجة حلوة جدا قصادها حاجة وحشة جدا. واللعيبة بالمناسبة أو معظم اللاعبين اللي عندهم يعني أنا عايز أمسك لساني شوية، أنا آسف. معظم اللاعبين اللي متواجدين حاسين إن هم كانوا وحشين، حاسين إن هم كانوا لا يستحقوا الصعود، حاسين إن هم ما كانوش هيوصلوا، وعارفين إن هناك أخطاء كثيرة جدا جدا. تخيلوا اتحاد كرة القدم
او المشرف على الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس الاتحاد.